بالنسبة مش بالنسبة لا طبعا، كلها، لا طبعا. مش بالنسبة كلها. طيب خلينا نقول بعض التصريحات لمارتن لاسارتي قالها المدير الفني، قال ان المباراة كانت القمة كانت متكافئة، وان الاهلي كان افضل في الشوط الاول، ولكن بشكل عام النتيجة عادلة بالنظر الى ما حدث طوال اللقاء. اضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي ايضا والذي اعقب المباراة ان ارضية الملعب لم تساعد اللاعبين، وكان هناك الكثير من الاخطاء خاصة في التمرير، مش الامطار لم تكن مشكلة، لم تكن مشكلة. أيوة الأرض هي المشكلة. الأرض الأمطار لم تكن مشكلة، ولكن الأرضية هي اللي كانت سيئة وأصبحت أسوأ مع مرور الوقت، مشددا على أن القرارات الفنية كانت صعبة، وده اللي أنا كنت بتكلم عليه حالا دلوقتي مع نعم زي ما كنت بقول لك. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك كويس ان اللعيبه ما طلعتش مصابه، اللي قلت لك قبل ما هو يعمله بالزبط. وزي ما قلت لك ممكن العب تحت مطره، بس اديني ارض كويسه ما تبقاش مطره وارض وحشه. ولكن كان من الطبيعي ان يشعر اللاعبون بالقلق، وده الكلام اللي حضرتك كنت بتقول واضح، وخوفا من الاخطاء، كما انها اثرت بشكل كبير على مردود زملائهم من اصحاب الاداء الفني العالي، اللي هو يقصد صحيح. واحد زي رمضان صحيح. صبحي وواحد زي ناصر ماهر. قال من الصعب تحديد سبب تراجع الاداء الذي شاهده الشوط الثاني، ولكن في بعض الوقت كنا نرغب في الفوز، وهو ما سبب ضغطا على اللاعبين وادى لفقدان الكثير من التركيز. قال بقى عن التغييرات، قال ان المدير الفني قال ان جيراردو شارك للعب وراء الظهير الايسر بالزمالك واظهر خطوره، ولكن مدافع المنافس انقذ الموقف. كما تحدث لاسارتي عن بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراه، لا يمكن استخدام كل اللاعبين، وهو قال معايا هنا الحقيقه، قال طب انا بلعب 11 ما ينفعش العب 12، لو ينفع العب 12 قول لي وانا هلاعب كل اللاعبين. وبالتالي هو قال نفس الكلام ده في المؤتمر الصحفي. قال ايضا لدينا مباراه مهمه امام الاتحاد السكندري ومن بعدها سان داونز في ربع النهائي، وسوف نقدم اداء قويا ونستمر في المنافسه وننتظر عوده حمدي فتحي ووليد سليمان، وسيكون لدينا فرصه للافضل. ايه رايك في الكلام ده كابتن زكي؟